شكرا شكرا يا امي. كل سنه وانت يا حبيبتي. والله انت ايه من اغلى الناس عندي، اغلى حاجه عندي بيعتبر يعني، وما اقدرش اعيش من غيرها. احب اقول لها ان هي اغلى حاجه في حياتي، ومن غيرها انا ما بقاش عاصم او ما بقاش حاجه يعني. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه طيبه يا امي. اقول لها ربنا يخليكي ليا وبحبك قوي. اقول لها كل سنه طيبه. كل سنه انت طيبه يا مامي وربنا يخليكي ليا. اقول لها ربنا يخليكي لينا احلى ام، ويديم عليكي يديمنا عليكي نعمه، وتفضلي احسن حال وصحه ان شاء الله. احب ان انا عايز اروح لها بس الطرق القرفه وقرا لها الفاتحه، مش عايز حاجه تاني. انا كلها كل سنه طيبه وانت اغلى حاجه عندنا يعني ان شاء الله. اقول لها ربنا يخليكي ليا، وانت اللي وقفتي جنبي طول حياتك، ومفيش كلام يعني يقدر يوصف حبي ليها يعني. بحبك. بحبك يا ماما قوي. بحبك جدا، ربنا يرجعك لينا بالسلامه وربنا يخليكي لينا. اكيد هقول لها كل حاجه حلوه. لا خالص، هي مش محتاجه مني اي هديه. منين يعني اجيب منين؟ لا عادي هي ما بتجيبليش. لا مش بتزعل، اهم حاجه كلمه بحبك بس ان انا بقولها لها. هجيب لها ورد. ممكن اي حاجه البيت يعني، زي اطباق كده يعني. ممكن لبس، ممكن شنطة. هجيب لها شواية كهرباء. هجيب لها شوكليت. اشتريت لماما هدية، شنطة عشان تخرج بيها وكده. مش هجيب لها حاجة عشان أنا هديتها. ناوي أطلع عمرة إن شاء الله على حسابي. أنا جبت لها ساعة وجبت لها شنطة، هي كانت نفسها فيهم فكان لازم أجيبهم لها. لا هي أصلا بتقولي أنا مش عايزة حاجة يعني، هي على طول بتقولي مش عايزة حاجة، بس أنا بجيب لها إجباري. شنطة زي كل سنة. هو أوريدي أنا جبت لها بوت. هو انا بص انا يعني ما بجيبش حاجه، او بجيب بس اللي هو مش شرط عيد ام يعني، مش بمناسبه عيد ام، اصل هي الام مش محتاجه حاجه عشان اليوم ده مخصوص. ظرف كده وعليه كل سنه وانت طيبه يا امي بقى والكلام ده، وفي تشكيل بقى، هي ورده بلاستيك كده وخلاص. كنا بنعمل لها ورق كده في المدرسه، شكرا يا امي، ونعمل لها ورده كده بفويل وبتاع، بس كانت بتنبسط يعني. زي التقليدي، الورده البلاستيك المعفنه دي اللي ب2 جنيه. كوبايات. الورد اللي هو البلاستيك كان بيتباع في المدرسه في الكانتين. مره مج، ومره جبت ورده، ومره جبت كارت كده صغير كان مكتوب عليه كلام. كان عندنا في المدرسه كانوا بيبيعوا اللي هو الورود الحمراء الصغيره دي، كنت بجيب لها واقعد اكتب لها الكارت الصغير ده. والله وانا صغير كنت باخد منها فلوس عشان اروح اجيب لها حاجات يعني، بس هي الحاجات دي انا مش فاكرها قوي. كنت اجيب ورده طعم كوبايات العاديه. وانا صغيره لا، كنت بقعد اكتب لها بحبك يا ماما، حاجات كده، او عقد، عارف، حاجات بسيطه قوي كان. وانا صغيره كنت بكتب لها حاجات كده في المدرسه بقى، وكرود بقى وشغله كي جي وان. هو بص الحاجات التقليديه اللي هو ربنا يخليك ليا وما حدش منك جوه ده، بس اللي هو اللي في القلب هو اللي بيطلع ساعتها خلاص.